انت تعرف قانون كيرشوف الثاني بيقول ايه؟ احنا شفنا قانون كيرشوف الاول، بس تعرف قانون كيرشوف الثاني بيتكلم عن ايه؟ كيرشوف ده مهتم ان هو يجمع مجموع الجهود في دايرة مغلقة، فهو قال بالنص كده المجموع الجبري لفروق الجهد الكهربية في مسار مغلق يساوي صفر. يعني ايه الكلام ده يا عمو؟ يعني انت لو خدت مسار مغلق وقعدت تحسب الجهود الكهربية في هذا المسار يطلع المجموع صفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المجموع الجبري للقوة الدفع الكهربية بيساوي المجموع الجبري لفروق الجهد، المجموع الجبري للقوة الدفع الكهربية بيساوي المجموع الجبري لفروق الجهد. يعني كيرشوف التاني مهتم بفروق الجهد، يعني انت تجمع المصادر وتجمع الأحمال وتظبط الجهود بينهم في نفس الاتجاه يطلع المجموع داخل دائرة مغلقة يساوي صفر، يبقى المجموع الجبري لفروق الجهد في مسار مغلق يساوي صفر، وده هو قانون كيرشوف التاني.